السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم وعدنا مع الدرس الثاني في الفصل السابع، وهو درس جداول النسب. أخذنا في الدرس الماضي كيف نحسب النسبة وكيف نحسب المعدل ومعدل الوحدة. الحين احنا هندرس كيف نكتب النسبة هذه في صورة جدول، فبنسمي الجدول هذا جدول ايش؟ النسب. فكرة الدرس يا شباب ان احنا نستعمل جداول النسب لتمثيل مسائل النسب المتكافئة وحلها، يعني نسب بتكون متكافئة، تمام، زي الكسور المتكافئة، وبنمثلها في جدول ونسمي الجدول هذا جدول الايش؟ النسب. المفردات اللي هنتعلمها اليوم الجديدة هي جداول النسب والنسب المتكافئة. نشوف السؤال الاول يا شباب، يقول مزجت محتويات علبة عصير برتقال مركز بثلاث زجاجات من الماء لعمل قارورة من عصير البرتقال المخفف. يبقى اذا هنا شباب احنا احتاجنا الى ايه؟ علبة واحدة بس فقط من العصير المركز مقابل ثلاث زجاجات من الماء زي ما احنا شايفين في الصورة كده. طيب السؤال بيقول كم علبة عصير برتقال مركز وكم زجاجة ماء تحتاج اليها لعمل قارورتين ثم ثلاث قوارير من عصير البرتقال المخفف؟ ارسم صورة لتدعم إجابتك. طيب احنا كده سوينا زجاجة عصير مخفف، طب لو بنسوي قارورتين او ثلاث قوارير ايش بسوي؟ تعال نشوف. احنا اتفقنا ان النسبة اللازم لعمل قارورة واحدة هي ايه؟ واحد على ثلاث، يعني واحد علبة عصير مركز الى ثلاث قوارير من الماء. طيب عشان تعمل قارورتين هتضرب البسط والمقام في اثنين، يعني الواحد على ثلاثة عايزين نضربها في اثنين تصير كم؟ اثنين على ستة، يعني قارورتين من العصير المركز مع ست قوارير من الماء. طيب عشان نعمل ثلاث قوارير يبقى محتاجين ثلاث قوارير من العصير المركز مع تسع قوارير من الماء، يبقى اذا ضربنا البسط والمقام في كم؟ في ثلاثة. طيب السؤال الثاني يقول لك اوجد النسبة في أبسط صورة وبين مقدار كل من العصير المركز والماء اللازمين لعمل قارورة من عصير البرتقال المخفف ثم قارورتين ثم ثلاث قوارير. طيب احنا اتفقنا يا شباب ان عشان نسوي قارورة من العصير المخفف هنحتاج النسبة تكون كم؟ واحد على ثلاث. طيب لو احنا بناخد النسبة حقة القارورتين وحقة الثلاث قوارير هذه ونبسطها، يعني نرجع نقسم على الاثنين مرة تانية، فالاثنين على ستة لما نقسمها على اثنين في البسط والمقام ترجع لي واحد على ثلاثة وهي في أبسط صورة. نفس الكلام الثلاث قوارير كانت ثلاثة على ست على تسعة، لما نيجي نقسمها على الثلاث في البسط والمقام ترجع لي الأصلها اللي هي واحد على ثلاث. طبعا هنلاحظ ايه؟ ان النسب كلها ايش؟ متكافئة. النسبة كلها حقة عشان تسوي قارورة واحدة من العصير المخفف هي نفسها، لو قارورتين هي نفسها لو ثلاثة، احنا بنتكلم على النسب، تمام؟ يبقى زي ما قلنا هنلاحظ ان جميع النسب ايش؟ متساوية اذا كانت في ابسط صورة، تمام. ويمكن ان ننظم الكميات يا شباب التي وجدت في النشاط اعلاه في جدول يسمى جدول نسب. يعني احنا لو اخذنا الارقام هذه كتبناها في صورة جدول بتطلع لنا بالصورة اللي احنا شايفينها الحين. ايش هي؟ محتاجين قارورة واحدة من العصير المركز مع ثلاث قوارير من الموية، او اثنين من العصير المركز مع ستة من الموية، او ثلاثة من المركز مع تسعة من الموية، وهكذا. الجدول اللي قدامنا يا شباب هذا ايش اسمه؟ جدول النسب. يبقى احنا النسب اللي احنا استخدمناها في الاول لما حطيناها في صورة جدول سمينا الجدول هذا ايش؟ جدول النسب. طيب يبقى اذا النسب واحد على ثلاث اللي هي النسبة الاولى شايفين يا شباب هذه، والنسبة الثانية اللي هي اتنين على ستة هذه، والنسبة الثالثة اللي هي ثلاثة على تسعة، كلها نسب ايش؟ متكافئة. ليش؟ لانك اذا بسطتهم كلهم هيرجعوا لك لابسط صورة اللي هي كام؟ واحد على ثلاث، ولذلك نقول عليها كلها نسب متكافئة. طيب بيقول لك تعبر النسب المتكافئة عن العلاقة نفسها بين كميتين، ويمكنك استعمال جدول النسب لإيجاد النسب المتكافئة أو المعدلات. إذا الجدول نفسه ممكن يساعدني لو أنا بغيت أجيب إيش؟ نسب أكثر. يعني يقول لك إذا سوينا خمس قوارير عشر قوارير وهكذا. طيب تعال نشوف الجدول كيف. بيقول هنا تضاف ست نقط من سائل الشوكولاتة إلى كوب واحد من الحليب ليعطي حليبا بمذاق الشوكولاتة. استعمل جدول النسبة لإيجاد عدد النقط من سائل الشوكولاتة التي تضاف إلى خمسة أكواب من الحليب للحصول على المذاق نفسه. طيب لو جينا سوينا الكلام ده يا شباب في جدول زي ما احنا شايفين كده،
واحد كوب من الحليب بيقابله 6 نقاط من الشوكولاتة. طيب السؤال بيقول لك لو احنا حطينا 5 اكواب حليب يبقى محتاجين كام نقطة من سائل الشوكولاتة؟ هنا يا شباب عشان نحل المسألة هذه في طريقتين. الطريقة الأولى إن أنت توجد نمط وتوسعه، يعني إيه يا شباب؟ يعني نزود 6 كل شوية على النقاط حقة الحليب حقة الشوكولاتة، يعني زي ما احنا شايفين هنا كده، هنا مثلا نقاط الشوكولاتة 6، يبقى إذا أزيد كل شوية 6، الستة زيد عليها 6 صارت 12، أزيد عليها 6 صارت 18، أزيد 6 صارت 24، أزيد 6 صارت 30. نفس الكلام فوق، أنت بادئ بالواحد يبقى إذا تزود كل شوية 1، يبقى إذا الرقم اللي بتبدأ بيه هو اللي بتزوده. بدأت فوق بالواحد زود كل شوية 1 لين توصل للخمسة. بدأت تحت بالستة إذا تزود كل شوية 6 لين توصل للثلاثين. إذا نقدر نقول هنا إن ال5 أكواب حليب محتاجة 30 نقطة من سائل الشوكولاتة. طيب دي كانت طريقة يا شباب. في طريقة تانية وهي إنك تضرب. يعني إيه تضرب؟ الحين مثلا أنا عندي الواحد أبغى أخليه كام؟ 5. الواحد كيف يصير 5؟ يتضرب في 5. إذا زي ما اتفقنا اللي بنسويه دايما في البسط أسويه في المقام. ضربت فوق في 5 اضرب تحت في 5. يبقى هنا 1 ضرب 5 بـ5، وهنا 6 ضرب 5 بكام؟ 30. يبقى برضه هيطلع لي نفس الناتج، ان ال5 اكواب من الحليب محتاجه الى 30 نقطه من سائل الشوكولاته. تمام، يبقى اعطتنا نفس الاجابه. طبعا يا شباب نقدر نستخدم اي طريقه من الاثنين والاثنين بيعطوني الناتج صحيح ان شاء الله. طيب هنا يقول تباع كل 10 علب بسكويت في أحد المتاجر بأربعين ريال، كل 10 علب بأربعين ريال، استعمل جدول النسبة لإيجاد ثمن 15 علبة. لو جينا سوينا الكلام هذا في جدول يا شباب أهو، هنقول هنا إن ال10 علب بتتباع بأربعين ريال، فإذا ال15 علبة كيف تصير أو تتباع بكام؟ هنا يا شباب بنقول إنه ليس هناك عدد صحيح يمكن ضربه في 10 لتحصل على 15. إذا ما تقدر يعني تقول ال10 بضربها في كام تعطيني 15، ما في. لذا هنستعمل القسمة ثم الضرب لتحصل على عدد 15. كيف يعني؟ أنا أبغى أوصل لل15، فزي ما اتفقنا إن ال10 ما في رقم يتضرب فيها يعطيني 15، ولكن يمديني أقسم ال10 على الاثنين تعطيني كام؟ 5. ثم آخذ الخمسة هذه أضربها في 3 عشان تعطيني ال15، كده وصلت من ال10 لين 15. طيب نفس الكلام أسويه تحت. زي ما قسمت فوق على 2 اقسم تحت على 2، اقول 40 قسمة 2 فيها 20. طيب ثم من فوق ضربت في 3 اضرب تحت في 3، يبقى اقول 20 ضرب 3 كام؟ 60. فنقدر نقول ان ال 15 علبة بسكويت هيكون سعرها او ثمنها 60 ريال. وبكده يا شباب نكون انتهينا من درس اليوم، والى لقاء اخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.